ما بيجوز إنك تزعلي، لسه رح تجيبي له صبيان كتير، بس المهم إنك تكسبي رضاه. إيه معك حق. سلطانة ناهي الدوران، بهنيكي، خبرية حلوة كتير، فرحت لك كتير، إن شاء الله رح تولدي وتقومي بالسلامة. للأسف ما أنا حامل، لا تخبروا حدا. معقول هالحكي؟ ما تزعجي حالك، انتي صبية ولساتك بأول عمرك، بكرة الله بيبعتلك. والله صايرة بتخوفي يا هويا، ليش رحتي لعندنا هالدوران؟ مو هنن بدهم الواحد يجاملهم؟ ايه عملت مثل ما بدهم. ما شاء الله ما شاء الله، انتي بدك تاكلي كل هالاكل؟ مو هيك، محمد عم ياكل معي. شو بدي اعمل؟ ما عم اشبع وكتير عم اشتهي الفري. اذا بدك تضلي تاكلي هيك ما رح يضل فري بالبلد كله. ذكرتيني بحالك وقت كنتي حامل بمحمد، كنتي على طول تطلبي أكل. بلكي كنت حامل. ناديلي على الحكيمة بسرعة. معقول دغري صدقتي شو صار لك؟ خلينا نشوف. طيب وليش ما أكون حامل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا قولي. انتي حامل يا سلطاني؟ شفتوا ما قلت لكم اني حامل؟ رح اجيب ولد تاني للسلطان. Thank you.